ينضم إلينا عبر سكايب من القدس المحلل الاستراتيجي الفلسطيني الدكتور جمال عمرو. دكتور جمال، مرحبا بك. إلى أي مدى ترى أن قرار الجمعية العامة الذي خرج بشبه إجماع يعد نصرا للقضية الفلسطينية اليوم؟ حياكم الله والمشاهدين الكرام. أخي الكريم، أقول لك ما أن يعني يظن البعض أن القدس قد حوصرت وتركت وحدها حتى تنتصر. ها هي بناتها وأطفالها وفتياتها ومرابطيها ومسجونيها ينتصرون على السجان هنا، وها هي تنتصر على المستوى الدولي عندما تنكر لها العدو والفرعون، وأيضا تنكر لها بعض أصدقائها العرب. لكن ما من شك أن هذا القرار هو صفعة وصفعة مناسبة جدا للعنجهية والكبرياء الأمريكي ولمن يتبعه من الصهاينة، في الوقت الذي وجه فيه دونالد ترامب صفعة أيضا لمن أسماهم هو يعني بالأراكوزات والأمراء وإلى آخره من المسميات. هو استكبر على الأمة العربية والإسلامية، ولكن ها هي شعوب العالم ومندوبيها في الجمعية العامة للأمم المتحدة يلقنونه درسا فينتمون للواء القدس، لأن يصبحون جميعا مع القدس ومع فلسطين، وتبقى أمريكا وحيدة بهذا الشكل المذل والمهين. نعم. ما مدى تأثير هذا القرار دكتور على مجلس الأمن؟ يعني بداية هو رسالة لمجلس الأمن، وهو قرار على أي حال استشاري، يعني وليس قرار تنفيذي بكل المقاييس، لكنه له قيمة اعتبارية واستشارية، وهو رسالة لمجلس الأمن الذي أصلا تركيبته غير عادلة على الإطلاق. يعني ولا يمكن أن تستمر بهذا الشكل، يعني 14 دولة تصوت لصالح القرار في حين تبقى أمريكا وحدها تنسف الرأي العام العالمي، بل وأكثر من ذلك تذهب أمريكا لتهديد الدول، وكأنها يعني تعتبرهم يعني مجرد موظفين عندها في البيت أو البنتاغون أو البيت الأبيض، وتقول لهم أنها لن تساعدهم. يعني بهذا الشكل تظن بأنها تباع وتشترى الدول، وبالتالي جاءها الرد، يعني وكان ردا صارخا، العالم لا يباع ولا يشترى يا أمريكا. بهذا الشكل وبهذه الصراحة ينفض العالم ويخرجون من طوع أمريكا، ومنهم بعض الدول العربية التي عرفت تاريخيا بأنها تدور في الفلك الأمريكي أيضا فوتت صالح القرار اليوم في الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا يدل على أن أمريكا بقراراتها وعنجهيتها وفرعونيتها بدأت تتقدم وبدأت تحاصر. يعني بإمكان العالم أن يحاصر مثل هذا الفرعون وهذا المارب وهذا الهولاكو، وأن لا يخاف منه بعد اليوم، وأن ينصر الفلسطينيين إذا ما توجهوا مرة أخرى. طيب، هذا القرار دكتور كيف يمكن البناء عليه من وجهة نظرك؟ في نظري البناء عليه يتم من خلال إرادة سياسية فلسطينية في القيادة تكون قوية وقوية جدا، وأن لا تلجأ مرة أخرى للتسويف ولا للخوف ولا للتراجع ولا لتسويق الوهم والسراب على الإطلاق، وأن تذهب هذه المرة لمجلس الأمن تدين أمريكا بالاسم حتى لا تستطيع أمريكا مطلقا أن تصوت بالفيتو. يعني بيكفي 42 فيتو في صفعة فيها الأمريكان وجوه العرب والمسلمين، يكفي مذلة، يكفي إهانة، ويكفي يعني تسويق أوهام على الشعوب. الشعوب تواقة جدا لتحرير القدس وسائر فلسطين وسائر البلاد العربية المحتلة من الصهاينة، وهم أحقر دولة فوق الأرض قاطبة، ولا يجوز قطعيا بتاتا الاستمرار في مثل هذه الحياة التي أصبح بموجبها العرب مضحكا للعالم أجمعين. وعلى هذا الأساس نقول القرار القادم يجب أن يبدأ بالسلطة الفلسطينية أن تكلف جهة ذات مصداقية في مجلس الأمن ترفع قضية على أمريكا مباشرة. وبصريح العبارة القرار المصري المخطط كان قرار الحقيقة يعني في منتهى، مما أدى أن دونالد ترامب التف على هذا القرار ولم تذكر فيه أمريكا، وحصل الذي حصل في مجلس الأمن للأسف الشديد. على الرغم من التهديدات الأمريكية للدول الأعضاء، يعني إلى أن القرار خرج عن على غير ما تريد أمريكا، يعني هذا الموقف الدولي على ماذا يدل؟ يدل على أن العالم أصبح في حقيقة الأمر في غاية الغضب من السياسات الأمريكية وأحادية القطب في العالم، وأصبح يفتش عن بديل، وأصبح يعني مستعد للتحدي كالأطفال وكعهد التميمي وكمحمد الدرة الذي سال الدماء وكمحمد أبو خضير الذي استشهد وهو ذاهبا لصلاة الفجر. هذه الدماء الذكية التي انتصرت على سيف الصهيونية هنا في فلسطين، ها هي الكلمات الذكية تنتصر على سيف دونالد ترامب الحقير.
هذا الرجل المجرم اكرمكم الله هو يتبع النورانيين وهي طائفه صهيونيه نصرانيه مجرمه سفاحه من 1776 لليوم وهي تعمل لمثل هذا اليوم. ولهذا السبب آل الاوان لكل شعوب العالم ان يتحرروا. والله العظيم ان بركه القدس وقدسيه القدس قد دفعت للشعوب للتحرر من ربقه وعبوديه امريكا. ولهذا السبب يعني ان غدا لناظره قريب. علينا ان ننتظر ان كل الشعوب ستدير ظهرها لامريكا. الا تلاحظ بان اقرب المقربين لامريكا والذين اصحاب وعد بالفور هم الذين اداروا ظهرهم اولا لامريكا. هذا مؤشر ممتاز جدا جدا. ولكن اعتمدنا على بالتالي يعني هناك من يرى ان امريكا والكيان الصهيوني اصبحا الان في عزله دوليه بعد هذا الاجماع الدولي. الى اي مدى ذلك صحيح؟ نعم، والعزله ستزداد والطوق سيزداد خناقا على رقبه السياسات الامريكيه والصهيونيه. والعالم كله يتوجه للتخلص من هذا الكابوس الذي تسبب للبشريه جمعاء. وهذه العنجهيات والعنتريات الامريكيه بتهديد دول الخليج باستلاب اموالهم واستباحه جساتهم بهذا الشكل، يعني هذا الرجل الموتور يهدد الحرمين في مكه والمدينه. والله العظيم ان الاقصى ليس حرما بل هو مسجدا مرابطا دفاعا تحت لواء الامه وبالشعوب العربيه والاسلاميه دفاعا عن الحرمين في مكه والمدينه. واذا استبيح الاقصى والله ستفتح الطريق مباشره لمثل هذا المجرم لان يستبيح مكه المكرمه الكعبه المشرفه ومسجد رسول الله عليه الصلاه والسلام. الا تلاحظ ان هناك من المطبعين وهناك من وزراء الخارجيه للواحد منهم لا يقل وزنا وحجما عن الفيل يتحدثون وضحت الصوره. نشكرك شكرا جزيلا ونعتذر منك لضيق الوقت. أستاذ الدكتور جمال عمرو المحلل الاستراتيجي الفلسطيني كنت معنا عبر سكايب من القدس.